من الأخبار برضو اللي يعني بنسمعها كل شوية علشان أو بنتمنى نسمعها كل شوية بقى، اللي هم إيه يعني خونة للبلد، خبر إدراج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زويبع و187 متهم آخرين من المنتمين للجماعات الإرهابية على قوائم الإرهابيين في المعروفة إعلاميا يعني بطلائع حسب. وده طبعا آخر حاجة، دول يستاهلوا اكتر من كده، كفايه ان هم يعني بيعملوا ضد البلد وبيحرضوا على يعني على توقيع مصر اللي عمرها ما هتقع باذن الله بفضل شعبها وجيشها الواعي وشرطتها. الخبر ده منشور في جرايد كتيره جدا منها اليوم السابع، بيقول ادراج 187 متهما من طلائع حسم على قوائم الارهاب، وده بحسب قرار محكمة الجنايات دايرة النهاردة واللي عقدت جلستها برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وقال فيها إن القرار تضمن 26 متهماً باللجنة الإعلامية، أبرزهم طبعاً زويبع وناصر والناس اللي احنا بنشوفهم كتيراً، وطبعاً نشر أخبار كاذبة. في الأخبار أيضاً منشور في الصفحة الثالثة بيقول إن وجدي غنيم مدرج أيضاً بين المتهمين،